مساء الخير، مساء الفرح، مساء السعادة، مساء كل حاجة جميلة لكل مشاهدينا، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. برحب بيكم وحلقة جديدة بيتجدد فيها لقائنا معاكم الأسبوعي وبرنامجكم ربنا موجود. فربنا موجود دايما بيسعدنا جدا تواصلكم معنا من خلال تليفونات البرنامج، وبنستنى إجاباتكم على أسئلتنا وكمان ملاحظاتكم اللي دايما تبعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في إيجيبت. حلقتنا النهاردة الحقيقة حلقة متميزة جدا. ليه؟ لأن موضوعها بيهم كل واحد فينا. مفيش حد فينا ممرش بلحظات شك، أحيانا نشك في محبة ربنا لينا، أحيانا نشك في أن ربنا وقت الضيقة سايبنا، أحيانا نشك حتى في صفات ربنا، ونشك حتى في الإيمان، نشك في الكتاب المقدس، نشك في الأسرار نفسها. في الحقيقة عدو الخير ما بيسيبناش في حالنا، وحروب التشكيك بتكون كتيرة جدا، مش بس في ربنا، أحيانا نشك في نفسنا، في قدراتنا إحنا، ونلاقينا كده لسان حالنا يقول أنا ما أقدرش أعمل كده، أنا ما أقدرش أخدم الخدمة دي، أنا ما أقدرش أعمل العمل الفلاني. تعالوا كده نفكر مع بعض النهاردة. لو أبائنا الرسل بعددهم القليل اللي بالعدد القليل ده فتنوا المسكونة كلها، لو كانوا شكوا في قدراتهم، لو كانوا شكوا في نفسهم، وطبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان معظم أبائنا الرسل كانوا من الناس البسطاء، كان في منهم الصياد، كان في منهم الإنسان اللي مش متعلم، كان في منهم حقيقة كانوا ناس بسطاء جدا، لكن ببساطتهم دي قدروا يبشروا المسكونة كلهم. لكن لو كانوا بقى شكوا في نفسهم، شكوا في عمل الروح القدس، شكوا في ربنا أنه هو مش هيقدر يساعدنا، مش هيقدر يعمل معانا ويسندنا في طريق الكرازة، تفتكروا كانوا قدروا يعملوا حاجة؟ احنا كتير احيانا بنشك، زي ما قلت بنشك في ربنا ومحبته. ده معظم الحاجات، حتى ساعات نشك في تسامح وقبول ربنا لينا. في وقت من الأوقات حتى لما بنتوب عن الخطية ونروح نعترف، تلاقينا ممكن نشك في إن ربنا غفر لنا الخطية دي. معقولة ربنا بيحبني بالرغم من كل الحاجات الوحشة اللي بعملها، بالرغم من أن أنا توبت وروحت اعترفت، لكن معقولة ربنا هيغفر لي الخطية الفلانية اللي قعدت سنين كتيرة بعمل الخطية دي؟ تعالوا النهاردة نعرف أسباب الشك بتكون إيه، ولو راودني فكر الشك أعمل إيه، أروح لمين، أسباب الشك إيه والعلاج هيكون إيه. هو ده اللي هنعرفه معاكم في حلقتنا النهاردة. معانا أستاذة إيمان من القاهرة هتكلمنا ونعرف منها، أستاذ جمال من القاهرة. أستاذ جمال. أيوة يا فندم. أهلا بحضرتك وكل سنة وحياتك طيب، بمناسبة صوم أبائنا الرسل. وانتم طيبين كلكم، اهلا بيك يا استاذ. سؤال حلقتنا النهارده، يا ترى اسباب الشك من وجهه نظر حضرتك ايه؟ وبالاخص لما بيكون بنشك مثلا في الاسرار السبعه، بنشك في سر الاعتراف، بنشك في محبه ربنا لينا، في رفقه، في طول اناته، احيانا كتير بنشك في محبه ربنا، وبالذات لو قابلتنا ضيقه معينه. تمام. أولا هو حلقة جميلة جدا، ودي طبعا مرحلة بنمر بيها كلنا. صحيح. دي بتبقى أوقات ضعف بشري بيحاربنا بيها الشيطان في أوقات ضيقتنا. مهما كانت قوة إيماننا، لابد إن احنا نطلب دايما من الله إن يزيد إيماننا ويعلن لنا ذاته ويثبتنا وينمي إيماننا. كتير من المؤمنين أيام الاضطهاد شفناهم ضعفوا وأنكروا الإيمان. الشك دوت بيبقى عدم الصدق إلى حد ما أو عدم الثقة. الشك مرض خطير جدا، يجعل الإنسان بيفقد سلامه وبيفقد طمأنينته، ولو استمر الشك بيتحول إلى مرض وبيتعب الأعصاب ويمنع النوم من كثر التفكير، ومن نتائجه أنه بيؤدي إلى التردد والخجل وعدم القدرة في البت في الأمور. لكن في شك حالة من عدم الإيمان أو عدم الثبات. لذلك السيد المسيح قال لبطرس: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ لكن في أمور لا تقبل الشك مثل الإيمان. صحيح. كتاب المقدس بيقول لك: طوبى لمن آمن ولم يرى. صحيح. أنواع الشك، في شك سلبي وفي شك إيجابي، والشكوك ليها أنواع كتيرة. في شك في الدين، شك في ربنا، شك في العقيدة، شك في الناس، شك بيني وبين الأصدقاء، شك حتى في نفسي أيضا. صحيح. وكمان شك في الفضائل وفي إمكانية التوبة، والشك في طريق الحياة.
الإنسان اللي بيشك في ربنا بيشك في وجود ربنا، دي بيكون مصدرها الشيطان، سببها الكتب والأفكار الملحدين، الأفكار الغريبة ومعاشرتهم. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ جمال، الحقيقة حضرتك نورتنا لنقط مهمة جدا بتكون سبب في أنواع الشك وحاجات بتكون سبب في الشك نفسه. فنروح من القاهرة لأستاذ إيهاب من الزقازيق. ألو. أيوة أستاذ إيهاب، أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. إزاي نعمل بقى مصدات لحياتنا ضد الشك؟ بالنسبة للشك يعني نبتدي كده بمقولة كان قالها نيافة الأنبا ماكسيموس مطران بنها، قال الشيطان يحارب معظمنا وأعظمنا. معظمنا وأعظمنا. يعني بيحاربنا كلنا. ما فيش حد كبير عن الشك. يعني الشك يعني الكل بيتحارب بيه. وكان البداية الحرب ديت لما كانت مع أمنا حواء، لما الحواء الحية قالت لها يوم تأكلان منها تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. فديت ده شغل الشيطان. الشيطان دايما بيشككنا، حتى بنلاقي الجماعة الملحدين الشيطان بيشككهم في وجود ربنا. صحيح. بنلاقي الشيطان بيخش أثناء التجارب والضيقات. ربنا فين؟ ربنا ما بيشتغلش ليه؟ ربنا مش سندك ليه؟ انت بين وحدك. فلازم دايما اثناء التجارب والضيقات يفتكر افرحوا حينما تقعون في تجارب متنوعه. صحيح. التجارب ديت بيكون فيها بركات وبيكون ايام جميله. ده في ناس كتير بتشتهي اي التجارب والضيقات. الانسان صحيح. بيتعلم الصلاه، الانسان بيتعلم طول الأناة، والإنسان علشان يعالج موضوع الشك يفتكر الآية بتاعة القديس بولس الرسول سلمنا فصرنا نحمل. تمام. لما نسلم حياتنا لربنا. صحيح. ما نشكش في أي حاجة خالص. أنا بشكر حياتك جدا أستاذ إيهاب، ونروح من الزقازيق نرجع تاني للقاهرة ونستقبل تليفون من أستاذ تامر. ألو. ألو مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. خليني برضو أتوقف، يمكن المتصلين اللي قبل حضرتك يتكلموا كتير عن الشك وعن أسبابه وكده، لكن خليني أعرف من حضرتك يا ترى الإنسان لو جاله فكر الشك مثلا في أي كان، في العقيدة، في اللي حواليه، في نفسه، يلجأ مين لمين، يروح لمين، يجري لمين، إزاي يعالج الموضوع ده عند نفسه؟ هو الحقيقة في طريقتين أو ثلاث طرق الواحد مفروض يتعامل معاهم أو يتعامل مع الشك بيهم. أول طريقة، الطريقة اللي عملها سيدنا ربنا يسوع المسيح لما الشيطان جاله على التجربة على الجبل وقعد يقول له ثلاث أسئلة، إن كنت، فالمسيح عمل إيه؟ المسيح جاب له المقابل لموضوع إن كنت. إيه صحيح. المقابل لموضوع إن كنت؟ اللي هو المكتوب بيقول 1-2-3-4، الكتاب المقدس اللي احنا بنؤمن بيه وبنعيش بيه، والكنيسة بتطلب مننا ان هو يكون حياة معاشة بالنسبة لنا، بل بالعكس احنا نكون انجيل معاش. دي اول نقطة. النقطة الثانية نفس الكلام بتحصل في الشك في العقيدة، ان حد يخطف، زي المثل البلدي بيقول لك يخطف ويجري. يعني يخطف ويجري؟ يعني ياخد لك جزء من الآية اللي موجودة في الكتاب المقدس في أي سفر كان ويقول له لا ده المسيح بيقول أو بولس الرسول بيقول آمن فتخلص. طب آمن فتخلص إزاي؟ هل الإيمان هو الخطوة الوحيدة للخلاص ولا هو بداية الخلاص عن طريق بعد كده يجي الإيمان، بعد كده تيجي المعمودية، بعد كده يجي الميروم، بعد كده تيجي الأعمال. صحيح. بعد كده تيجي الأسرار الكنسية. فحتى البابا شنودة علمنا دايما ان احنا دايما لما حد يجي يشككنا بحاجه لا وقف عندك، الايه دي انت جايبها منين؟ جايبها من فين الايات؟ مصدرنا الاساسي الكتاب المقدس. بالظبط. فين الايات المشيعه؟ يعني دايما اجيب الحقيقه قصاد الشك. الحقيقه قصاد الشك، فالحقيقه دايما بتغلب الشك. وفي نفس الوقت مطلوب مننا حاجه ثانيه الى جانب الكتاب المقدس، ان احنا زي ما بيقول بولس الرسول عارفين بمن امنا. بولس الرسول بيقول انا عارف بمن امنا. فبما ان احنا عارفين بمن امنا يبقى اي شك يجيني هطرده.
صحيح. اي شك هيجيني هطرد. انا بشكر حضرتك جدا استاذ تامر الحقيقه، انا بشكر حضراتكم لان بالفعل يعني اتصالاتكم بتزيد حلقتنا قيمه وقامه، لان فعلا ارائكم بتفرق معانا جدا وبنهتم جدا ان احنا نسمع ايه ارائكم وايه اقتراحاتكم. فخلينا بعد الفاصل نرجع تاني نستقبل ضيفنا اللي بيشرفنا وبنسعد جدا بوجوده معانا وبيباركنا، القس جورجيوس القمص فيلبس كان كاتدرائيه الشهيد ماري جرجس بالعاشر من رمضان، بنرحب بيه. وخلينا نطلع لفاصل ونرجع لكم نتكلم عن الشك اسبابه وعلاجه ايه، لكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية في ربنا موجود، وموضوع حلقتنا النهاردة عن حروب التشكيك، ايه هي او اسباب الشك بيكون ايه وعلاجه بيكون ايه، واول ما نحس بس ان في فكر بيشككنا في ايا كان، في نفسنا، في العقيدة، في ربنا، نجري نعمل ايه ونتكلم مع مين والعلاج يكون ايه، كل ده واكتر هنعرفه مع ضيفنا اللي بيشرفنا وبيباركنا النهاردة معانا قدس ابونا القس جورجيوس القمص فيلبس كاهن كاتدرائيه الشهيد ماري جرجس بالعاشر من رمضان. اهلا بقدسك يا حضرتك. كل سنه وقدسك طيب وحضرتك طيب يا رب. نورنا ومتباركين بوجود قدسك معانا. يعيش ربنا يخليك كتر خيرك. الحقيقه بما اننا في صوم ابائنا الرسل وكلنا بناخد بركه الخدمه وبركه ابائنا الرسل، فخلينا نتعلم منهم. لو فكرنا بفكر ابائنا الرسل او لو هم فكروا زينا وشكوا في قدراتهم، كلنا عارفين ان الاباء الرسل طبعا كانت امكانياتهم بسيطه جدا، في منهم الصياد، في منهم اللي مش متعلم، في منهم اللي ما كانش بيعرف لغات، لكن لو فكروا بس ان احنا ما نقدرش نعمل، ما نقدرش نروح نكرز، ما نقدرش نبشر، لو فكروا بنفس الفكرة أو شكوا حتى في معونة الروح القدس كان ممكن يحصل إيه؟ في الحقيقة إن موضوع الشك ده بيبتدي عند الإنسان بحجم زي النملة، لكن الإنسان ممكن يخليه يكبر جدا 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 لغاية لما يوصل لحجم الفيل. أنا في النملة هقدر أتعامل معاه وهقدر أسيطر عليه، لكن لما بسيبه بيكبر ياخد حجم الفيل يبقى مستحيل ان انا اخرجه بسهولة واثاره مدمرة جدا. فانا لازم اخلي بالي ان البذرة، الكلمة، الحاجة اللي انا بقراها على النت دي مهما كانت صغيرة هيجي في يوم هتكبر وتأثر عليا. ساعات احنا بنتخيل ان احنا اقوى من كده، والمشكلة الكبيرة بقى ان انا اكون مثلا مش دارس ولا اكون عندي دراية ومعلومات ان انا اصد بيها اتجاه او طيار التشكيك واخش وادخل نفسي في موضوع انا بتعب منه جدا. فانا عايز اقول في البداية موضوع الشك عموما هو حاجة صعبة جدا، وانا المفروض ان انا اقفل بيبان الشك واحصن نفسي واشبع نفسي بربنا. بالنسبة للاباء الرسل ان هم كانوا ناس بسيطة جدا، والكتاب يصفهم كده ان مثلا بطرس ويوحنا لما رأوا ان هم بيقولوا تعاليم بمجاهرة، فالكتاب يصف يعني ايه السر، فتعجبوا اليهود تعجبوا. فيقول كده ان السر عرفوهما انهما كانا مع يسوع. في الحقيقة اكتر حاجة تخلي الانسان عنده ثقة في نفسه هو ان المسيح يكون معاه ويكون هو مع المسيح. والإنسان مش بس هو اللي بيبادر، لكن الله بيبادر. يعني إحنا مثلا لو شفنا في بداية بطرس، بداية المعرفة، كان شاكك في نفسه حتى في الصيد، مش بس في المسيحية وإن هو يكون مبشر. ده المسيح جاء له في ليلة مظلمة وليلة قاسية جدا وليلة مريرة جدا، وهو راجع عمال يلم الشباك ويقول له كده لقد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. في الحقيقة كده احنا لو تخيلنا منظر بطرس كان زمانه بيقول وانا ايه اللي شغلني الشغلانة دي، يعني انا تعبان جدا ما عملتش حاجة، المكان صعب جدا، هو كره الشغلانة وكره المركب وريحة السمك مالية المكان كله، حاجة صعبة جدا. لكن المسيح حول هذا المشهد المظلم الى مشهد جميل جدا. فالمسيح قال له لا ما تخافش، تعالى بس نقول كلمتين عن ربنا الاول. والمسيح كمان بارك المركب وقال له تعالى نروح للعمق،
فرجعت السفينة مليانة سمك. فإذن المسيح يبادر بالمعرفة ويبادر بالدعوة. عشان كده بطرس ويوحنا من الناس المتميزة اللي قالوا للمسيح أين تمكث. صحيح. مش سألوا سؤال ومشوا. يعني الشاب الغني كان حاول إن هو يعرف معلومة معلومتين، لكن شفنا بطرس الرسول وشفنا يوحنا بيقولوا للمسيح أنت قاعد فين؟ احنا عايزين نلزق فيك. واحنا كمان علينا دور ان احنا يبقى لنا عشرة. الكنيسة بتحاول تعودنا ان احنا نمكس مع الله في تسبيحة 4 ساعات مثلا طبعا. في قداس ساعتين. الكنيسة غنية رغم من احنا بنحس برضو بشيء من الملل، ويعني ابونا ما يخلصش ليه بسرعة القداس، ليه نقعد نسهر التسبيحة من الصبح لحد بالليل؟ برضو ده فكر من الشيطان يا ابونا. طبعا يعني هي الفكرة هي التلذذ، التلذذ والتعود ان انا اتلذذ بحضور قداس، بان انا اشوف عمل الله في حياتي. والتغيير مش هيجي تكوي يعني صحيح. مش هيجي بسرعه، لكن انا لازم امكس. وشفنا بطرس ده بقى لما في بدايه سفر الاعمال في اول عظه ليه، عظه ما كانتش محضره ولا مرتبه، لكن شفنا قوه الله ان هو لقى الناس بيقولوا على الرسل ان هم سكارى، فقال لهم ليسوا سكارى. وابتدى بطرس يجيب آية من يوئيل النبي، هو مش محضر صحيح. لكن بيقول ده يوئيل قال أسكب من روحي على بنيكم وبناتكم فيتنبأوا، ده كلام يوئيل. فطب الناس عملت، الناس تغيرت وقالوا له طب احنا نعمل ايه ايها الاخوة؟ فقال لهم توب وليعتمد كل واحد، عمد 3000 واحد صحيح. حتى المعجزة اللي عملها في أعمال 3 بعدها معجزة غير مرتبة تماما، وهو طالع الهيكل في صلاة الساعة 9 الساعة 3 الدور، فلقى إنسان أعرج قال له باسم يسوع المسيح، فالبلد كلها ضجت طبعاً. معجزة غير لكن هي عمل الله مع الذين يمكسون معه. يعني الرسل نقدر نقول إن الرسل اختبروا وعاشوا وفهموا إيه هي معونة الروح القدس، وكان الروح القدس كان دايماً طبعاً بيسندهم في كل نتيجة العشرة والاختبار. طب بولس الرسول لما راح لأريوس باغوس حقيقة لقى مذبح مكتوب عليه إله مجهول. فكرة إن الحاجات المحيطة بينا اللي ممكن تشككنا في ربنا، ممكن تشككنا في وجود ربنا أصلا، لو واحد غير بولس كان ممكن يشك ويقول إيه هو مين ده إله مجهول، يبقى ده مش ربنا. فإزاي إحنا نعمل مصدات لنفسنا لما نلاقي اللي حوالينا ممكن يشككونا في ربنا؟ وزي ما حضرتك بتقولي من أكتر الأمراض الروحية انتشارا في العالم للأسف هي الإلحاد، عدم وجود الله. وزي ما حضرتك أشرت إن في أريوس باغوس، وده حاجة في اليونان، هذا المكان كان أعلى تل كبير، وكان مكان لمناقشة الثقافات اليونانية اللي كانت يعني اليونان غزت العالم في هذا الوقت ليس بالحروب ولكن بالفكر وبالثقافة. فكانت اليونان مليانة ثقافات ومنتشرة بالثقافات المتعددة، فمن ضمن الناس اللي عندهم فكر عندهم مسبح وعندهم إله بس هم مش عارفينه. فبولس الرسول بعبقرية جميلة جدا دخل لهم وقال لهم كلمتين جمال قوي، ما قال لهمش انتوا ناس ما بتفهمش، لا قال لهم الإله المجهول الذي تتقونه وأنتم تجهلونه أنادي لكم به. يعني الموضوع بسيط جدا، انتوا ناس حلوين ونفسكم تعبدوا ربنا ومجهول بالنسبة ومجهول الذي تتقونه، يعني عندهم تقوى صحيح. وابتدى بالكلمة الجميلة دي الذي تتقونه وأنتم تجهلون، الموضوع بسيط، هذا أنادي لكم به. الله الذي خلق العالم وكل ما فيه، ابتدى من حتة عبقرية جدا إن أي إنسان في مخه علم وذرة مفهومية يعني هيقول إن العالم ده ما جاش كده، لأن اللاشيء لا يخلق شيء، والجماد لا يخلق حي، والصدفة لا تنتج نظاما صحيح. فعايز يقول لهم الله الذي خلق العالم كل ما فيه، وقال لهم بقى إيه رب السماء والأرض. أصل السماء والأرض دي ده قصة كبيرة جدا، ده كواكب ومجرات ونجوم، وفيها ضابط الكل ربنا اللي بيتحكم في سرعة دوران الأرض وبيتحكم في قرب الشمس ويضع للبحر حدا، واللي خلق الذرة اللي متكونة من نواة وإلكترونات، هو اللي خلق الشمس اللي حوالين منها الكواكب صحيح. ونفس فكرة الذرة بالإلكترونات والنواة هي نفس فكرة ضرب التبانة وضرب والشمس، ده هو الخالق واحد، حاجة يعني لا ترى بالعين، ودي حاجة ضخمة جدا بس هو الخالق واحد. فعايز يقول لهم إن الكون ده كله
لازم يكون في إله خلقه ضابط. ولازم يكون أنا بالعلم، حتى العلم اللي قال مثلا نظرية بيج بانك والانفجار العظيم، طب مين اللي عمل الانفجار؟ محدش يعرف يقول. طب مين اللي أوجد المادة؟ محدش يعرف يقول. لابد للمادة من موجد، ولابد من التفجير من مفجر، فإذا لابد أن يكون خالق. فقال لهم لابد أن يكون الله موجود، الإله المجهول بالنسبة لكم الذي تتقونه وأنتم تجهلونه، أنا أنادي لكم به. نروح لموقف تاني مع بولس الرسول لما تقابل وتكلم مع أغرباس الملك، والحقيقة بمجرد ما تكلم معاه قال له بكلمات قليلة تقنعني أن أكون مسيحيا. فخلينا نتكلم في الموقف ده ونتعلم إيه من بولس الرسول. في الحقيقة زي ما حضرتك ابتديتي وقلتي، الناس ممكن الواحد يشك في نفسه، وممكن الإنسان يجي له فكر شك عن الله وعن وجود الله، لكن أبسط الأمور في الحياة، يعني أيوب 12 يقول كده، اسأل البهائم فتعلمك. يعني مجرد أن أنت تشوف الطبيعة وتشوف الناس اللي حوالين منك، فيقول كده اسأل البهائم فتعلمك وطيور السماء فتخبرك. تكلم مع الأرض، اسأل الأرض فتعلمك. وسمك البحر يحدثك أن يد الرب صنعت هذا. فكل الخليقة وكل الحوالين مننا بتنادي أنه لابد أن يكون هناك خالق ومبدع وفنان أعظم هو اللي أوجد العالم ده. ممكن بقى ناس تشككنا في كلمات الكتاب المقدس، وده بيحصل كتير جدا، لكن أغرباس بيقول لبولس أن أنت بكلمات قليلة تقنعني أن أصير مسيحيا. إذا كان هذا الرجل يعني من كلمات قليلة وهو ملك عظيم له فكر وله شأن وله سلطة، ولكن مجرد كلمات قليلة تليت عليه من الكتاب المقدس، وإن بولس حكاله فكرة الرؤية، لقى إن هو قلبه بيتغير ولقى إن هو بيكون إنسان جديد. فإذا كان إحنا معانا الكتاب المقدس، هذا الكتاب الضخم اللي لما يجي حد يشككنا فيه، نراجع بس مع بعض شوية معلومات. إن الكتاب المقدس ده كتبه 40 كاتب، وكتبوه على مدار مئات السنين. وهذا الكتاب له ميزة، هي إن في عدد مخطوطات يعتبر هو الكتاب الوحيد في العالم، سواء كتاب أدبي أو أي كتاب تاني، هو اللي فيه 5000 مخطوطة كاملة للكتاب المقدس. في 24,000 قصصات من الأوراق للكتاب المقدس. كتاب فريد جدا أنه يكون فيه كل هذه المخطوطات. إحنا في مصر هنا عندنا مخطوطة في مكتبة الإسكندرية، مخطوطة كاملة، نسخة طبق الأصل من المخطوطة الفاتيكانية، دي اتعملت سنة 325 ومن اسمها واضح أن هي في الفاتيكان. في المخطوطة السينائية من اسمها برضو سينة. اكتشفت في سينا وهي موجودة في المتحف البريطاني سنة في القرن الرابع. القرن الخامس مخطوطة الإسكندرية. مفيش كتاب موجود فيه كل هذه المعلومات. فاللي يجي يقول ان الكتاب محرف، ده احنا عندنا برضية لإنجيل يوحنا بتسمى بي 52 سنة 120 ميلادية. فالكتاب المقدس هو كتاب فريد جدا. لكن ممكن حد يجي يشككنا في ايه؟ فمثلا اختلاف ما بين سفر الأخبار وسفر الملوك، ودي حاجة منتشرة جدا على النت الأيام دي. أولا سفر الأخبار بيشوف الملك من ناحية خطيته، فممكن يذكر بشاول عدد سنين قليل، غير سفر الملوك اللي هو بيحط الموضوع تاريخيا حسب الملك. فهلاقي ان في رقمين مختلفين، فلاقي فيديو مثلا والناس تتشك. ما أنا لو درست يعني واحد زي داود مثلا، داود ربنا حطه على الملك من سن قد ايه؟ طب هو قعد فعليا قد ايه؟ فممكن حد في الكتاب المقدس يسجل الفترة الفعلية، وحد تاني يسجل من يوم ما صموئيل مسحه. حتى في البشائر الأربعة يا ابونا كان برضو أحيانا القديس لوقا ياخد من مشهد معين، القديس مرقس ياخد مشهد تاني، فالناس تيجي تحط الآية دي جنب دي ويبتدوا يشككوا. فيعني لكن الحقيقة لو درسنا، لأن فعلا الآية اللي بتقول هلك شعبي من عدم المعرفة، ندرس ونعرف. يعني مثلا ممكن نلاقي فيديو مش عارف هنعمل ايه في المسيحية، لان في آية بتقول قال الرب لربي. ده أصغر طفل، احنا بس لو خدنا الموضوع بهدوء، وأصغر طفل قوليله ايه اللي حصل ساعة المعمودية مثلا، يعني هيقول الآب قال هذا هو ابن الحبيب.
طب ده حاجة بسيطة جدا. صحيح. فلما يقول قال الرب لرب، احنا ما عندناش ربين مش بمعنى ده، لكن احنا عندنا الوحدانية، إله واحد ثلاث أقانيم. فلما أقول قال الآب للابن، ده موضوع طبيعي جدا في التجلي. احنا الناس كلها سمعت هذا هو ابن الحبيب له اسمعه، وهذا هو ابن الحبيب الذي به سررت في المعمودية. فبس احنا زي ما حضرتك بتقولي محتاجين ان انا ادرس. صحيح. محتاجين ان احنا نفتح كتاب مقدس في بيوتنا، محتاجين ان احنا نتعلم ونشبع بكلام الله، لكن كل الكتاب هو موحى به من الله. ده حقيقي. خلينا نروح لنقطة مهمة جدا بتقابلنا كلنا في حياتنا، فكرة الضيقة. أي حد تلاقيه بيمر بضيقة معينة بينسى كل وعود ربنا ويفضل ليه يا رب، وأكتر وقت الشيطان بيشككنا في محبة ومعونة ربنا هي وقت الضيقة. ففكرة إن إحنا في وقت الضيقة ما ننساش وعود ربنا، وتلاقي في ناس تقول ليه أنا يا رب، هو ده اللي أنت بتقول يا رب ناقشتكوا على كفي، هو ده اللي بتقول من مسك مس حدقة عيني، ونلاقينا حافظين الوعود لكن الحقيقة بنشكك فيها في وقت الضيقة. يا ترى إيه السبب؟ وفي الحقيقة من أكتر الأوقات اللي الشيطان بيبتدي يرمي بذار الشك فيه هو وقت الضيقة. حتى إن القديسين عملوا كده، يعني أرمية قال لربنا في أرمية 12 أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، لكني أكلمك من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأشرار، اطمأن كل الغادرين غدرا. فأرمية بيقول له يا رب، بس حاجة حلوة قوي بقى أرمية عملها وحطنا مبدأ روحي فيها، إن أنت يا رب قدوس وكل ما تفعله هو قدوس. صحيح. يعني أو لطريق القداسة في حياتي، لكن أنت أبر من أنا أقول لك أنا مخصمك. أصل أنا زعلت من ربنا مش هروح الكنيسة. في الضيقة الشيطان بيرمي بذرة. صحيح. يشككني إن ربنا سمع. علشان كده جدعون برضو قال إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ أين هي عجائبه التي أخبرنا بها أبائنا؟ طب هو فين ربنا؟ فإحنا ممكن يجينا كده بس عاتب ربنا. أيوب البار كمان يا بونا. طبعاً. أيوب طبعا بكل بره وبكل الكلام اللي اتكتب عنه برضو جه في لحظة في عاتب الآخر ربنا. وعاتب ما خصمش ربنا. وما خصمش. فأنا أول حاجة في الضيقة أكلم ربنا. أصلي وعاتبه وأقول له يا رب أنت عملت كده ليه؟ طب أنت فهمني يا رب مشيئتك في الموضوع إيه؟ طب أنت يا رب لو سمحت بالضيقة هتسمح بي؟ طب أنت يا رب اديني احتمال أن أنا أحتمل الضيقة وهكذا. فأول حاجة في الضيقة أنا لازم أن الشيطان ما يلاقيش البذرة اللي يرميها في قلبي أن أنا أنفصل على ربنا ويبتدي بقى هو يستفرد بي. لكن أنا أخش في حديث مع ربنا. ونشوف أن الأباء الرسل من أول سفر الأعمال طبعا يقول كده فدعوا الرسل، دعوهم عشان يعملوا إيه؟ وجلدوهم، جلدوهم وسجنوهم. يعني أول البداية كانت صعبة جدا. صحيح. بس هم شافوا الموضوع إزاي، شافوا الضيقة إزاي، فيقول كده فخرجوا من المجمع فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. فإذا أنت خلي بالك أن في نوع من الضيقة زي ضيقة الأباء الرسل، أن ممكن ده ربنا سمح بيه علشان يقول لك أنت ليك مجد في السماء وليك كرامة في السماء، زي ما سمح لاستفانوس بضيقة فيقول كده أنا فتحت عيني لقيت السماء مفتوحة وابن الإنسان جالسا عن يمين العظمة، فقال خلاص يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، يا رب اقبل روحي استودع روحي. فاذا استفانوس برضو شاف ان الموضوع ده مجد عظيم في السماء، لكن بولس بقى شاف في ضيقة ربنا، ربنا استخدم الضيقة بطريقة مختلفة تماما. فلقينا ان ربنا بيستخدم مع بولس، يقول كده الكتاب لم يزل ينفس تهددا وقتلا. طب وبعدين يعني ده عامل رعب في المسيحيين؟ فربنا قال لا، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. يعني إن كان استفانوس للخير من أجل مجده، طب بولس ده ربنا قال لحنانية اذهب أنا أرى أنه هو سيكون إناء مختار، أنا سأريه كم سيحتمل عذابات من أجل اسمي. فيقول كده فارتعب وارتعب بولس وقال ماذا تريد يا رب أن أفعل. طب ده اللي كان عامل رعب للمسيحيين هو دلوقتي اللي ارتعب؟ طبعا. فإذا في ضيقات ربنا بيسمح بيها، وفي ضيقات ربنا بيوقفها ويغيرها ويشكلها زي ما غير شاول لبولس. طب لما نتكلم عن الشك مش ممكن ننسى أعظم مثال وأكبر طبعاً. اسم في الكتاب المقدس توما الشكاك. طبعاً. طبعا بالرغم من الأباء بيقولوا هو مش شكاك هو عقلاني، لكن خلينا نعتبر أنه توما شكاك. فلما هنفكر كده ونقول أن توما
يعني شاف المعجزات وعرف كلامه السيد المسيح نفسه كلمهم وقال لهم ان انا هتصلب وهموت على الصليب واندفن واقوم كمان واصعد للسماء، ومع ذلك برضو توما شك في الاخر. ازاي ده يدينا احساس ونبقى فاهمين ان مفيش حد كبير عن الشك، ان مش معنى ان انا شكيت يبقى انا كده ملياش رجاء مثلا، او ان ربنا هيفضل زعلان مني. هو بس احنا عايزين نقول ان المسيحيه ليست ضد العقل، ولا المسيحية ينتحر فيها العقل، صحيح، لكن المسيحية بالإيمان فيها تفوق مستوى العقل. تفوق مستوى العقل. فأنا النهاردة هل عندي عقلانية في المسيحية؟ أنا بستخدم عقلي، يعني بولس الرسول يقول أمنت لذلك تكلمت. يبقى أنا فهمت وعندي إيمان وتكلمت باللي أنا عندي إيمان، ويقول كده لأني عالم بمن أمنت. في تيموثاوس الثانية بولس الرسول يقول الإيمان بتاعي أنا مش واخده، لا ده أنا عارف وفاهم لأني عالم بمن أمنت. بس هي الفكرة، هي فكرة إيه؟ فكرة إن المعجزة فوق العقل، فوق مستوى العقل. يعني النهاردة مثلا أنا لما أقول في معجزة حصلت في الأباء السواح، لو واحد مثلا واخد الموضوع بعقلانية فهو مش هيتخيل، لكن الإيمان بيخليني أصل لمستوى العقل وأعلى من فوق مستوى العقل. فالمسيحية مش ضد العقل، هي فكرة عاملة زي فكرة الدودة اللي بتبقى ماشية في الأرض بتلحس في التراب، هي عينيها على التراب وفكرها في التراب وحياتها في التراب، لكن يوم ما الدودة دي بتخش الشرنقة تتحول إلى فراشة. يعني إحنا قلنا مثلا لو الدودة هتمشي من هنا لغاية آخر الاستوديو في قد إيه؟ هممكن تاخد يوم كامل صحيح. تمشي فيه، لكن الفراشة هتاخد الموضوع في ثواني. بس انت لو جيتي حكيتي للدودة ان في حاجة اسمها فراشة، وان انت في يوم من الايام مش هتمشي في التراب، والمشوار اللي بتاخديه في يومين ده تاخديه في ثواني، هي العقل بتاعها مش مستوعب. لكن المعجزة هكذا فوق العقل، لكن الانسان اللي بياخد كل امور الايمان بالعقل بيضيع منه كتير جدا. يعني توما ربنا قال له كده طوبى للذين امنوا ولم يروا. ربنا ما كانش ضد ان هو يوريه علشان يامن، بس بيقول له يا بختك لو انت كان عندك ايمان، يعني المستوى يعلى اكتر. وطبعا توما اتغير في النهاية لانه مات بالحراب، يعني جمع حربة وكانت موضة صعبة جدا ما يعملهاش او ما يعني ما يسمحش لنفسه بيها الا لما يكون واحد عنده ايمان قوي وشديد جدا. يعني طب لو هنروح ليهوذا، طبعا نفس الوضع، كان مع التلاميذ وشاف المعجزات وشاف وعرف كلام رب المجد يسوع المسيح، وبرضو يعني حتى في العشاء الأخير برضو اداله شوية ايه، خلي بالك اللي هيحط ايده معايا في الصحفة هو ده اللي هيسلمني، لكن هو برضو ما يعني ما استجابش الكلام ربنا. وحتى بعد ما صلب السيد المسيح هو راح الشك وده في حتة تانية خالص. لو هو يمكن بالتأكيد يمكن السادة المشاهدين وقصك لو توافقني، فكرة ان هو شك في رحمة ربنا لي ان هو ربنا هيقبله، هل بعد ده كله، بعد الصلب وبعد ده كله ربنا هيستجيب لي او هيقبلني؟ فخلينا نتكلم عن موضوع الشك في حياة يهوذا. والشك زي ما قلت لحضرتك في البداية ان الشك له درجات. فانا الشك ممكن يكون زي النملة، وهو وصل مع يهوذا لمرحلة الفيل. وبطرس كان مرحلة أقل، فإحنا بنقول يا رب أعن ضعف إيماني دي مرحلة، ويا رب أعن عدم إيماني دي مرحلة تانية. فاللي وصل ليها يهوذا هي كانت مرحلة عدم الإيمان. ومش بس إن هو شك في الله، ده شك في صفات الله. يعني شك في رحمته، شك في محبته، شك في غفرانه، شك في الفضائل. طب وزي ما احنا مثلا ممكن نقول طب وإيه لازمة الصلاة؟ طب وإيه لازمة التناول؟ وإيه لازمة الصوم؟ طب يعني الموضوع ده هيفرق مع ربنا أن أنا أصوم أن أنا أتناول وهكذا؟ فإذن في مجموعة من الحاجات الإنسان ممكن يفتقدها بالتدريج ويفقدها بالتدريج. يعني أن الإنسان ما يخليش باله من الحاجات اللي ابتدت تروح منه. ويهوذا وصل بقى المرحلة أنه هو فقد كل هذا، وفقد رجاءه في التوبة وفي رحمة ربنا وفي غفران الله، علشان كده وصل بيه لليأس الشديد جدا. أنا عايز أقول برضو أن الشك ممكن يكون عند بعض أشخاص محتاج علاج، لأن بنشوف حالات كتيرة عندها شك مرضي
وده بقى موضوع مش بيحتاج بس مشورة ولكن يحتاج لأدوية. ففي ناس الموضوع الشك ابتدى يزيد معاها قوي لدرجة ان هم اصبحوا مرضى بوساوس وحاجات كده. فموضوع الشك ده موضوع كبير جدا يصل بالإنسان زي ما حضرتك قلتي لنهاية يهوذا. هي أمثلة كتير في الكتاب المقدس بتورلنا أن ما فيش حد كبير عن الشك. وفي من زي ما قدسك بتقول أنه هو درجات، في ممكن يبتدي بنملة لكن يوصل في الآخر لفيل. لكن لو هنتكلم عن أمثلة، في أمثلة كتير لكن لأني وقتنا، فخلينا نعرف الأول الأسباب اللي ممكن تخلي الإنسان فعلا يشك. طبعا من ضمنها الأمثلة اللي خدناها، لكن لو هنتكلم عن الأسباب ونتكلم طبعا عشان يبقى في وقت عن العلاج، فهل من ضمن الأسباب صغر النفس؟ هل الكبرياء؟ هل صفات شخصية فيا أنا ممكن تكون سبب في الشك ولا لا؟ طيب احنا هنقول النقطة ونقول علاجها على طول. تمام. لو قلنا الأسرة، في الحقيقة الأسرة دي حاجة مهمة جدا، والأسرة مطلوب منها حاجتين بالذات الأب: الحنية والمسؤولية. الحنية والمسؤولية. الحنية والمسؤولية. الأب في بداية عمر الطفل يمثل وجود الله. لو الأب مش مسؤول في البيت ومش موجود ففين ربنا؟ فالولد يطلع مش عارف ربنا فين، لأنه ما شافوش في صورة الأب. لأن الإنسان أو الطفل الصغير ما بيكونش كون علاقة في أول 5-6 سنين مع ربنا كعلاقة قوية، لكن هو أحيانا يا ابونا الأب هو اللي بيشوه صورة ربنا في عين ابنه. ما ده اللي أنا عايز أقول، ده بابا يسوع وده بابا الأرضي. فأنا لو عندي نقطة، يعني أي من النقطتين، إن أنا مش مسؤول، ما مش ملتزم بمصاريف البيت، مش موجود، ما بهتمش بالبيت، ده نقطة يعني مهمة جدا. تبقى ربنا مش هو اللي حميني. صحيح. أنا مش لاقي حد يحميني، وربنا خلقني ليه كده وما فيش بابا وما فيش ماما وفي انفصال. النقطة التانية الحنية والطيبة. على قد ما بشوف البيت فيه طيبة وحنية وطبطبة ومحبة وحوار، أنا بيتكون لي صورة صحيحة عن وجود الله. فالأسرة دي نقطة مهمة جدا ودور مهم جدا لكل طفل عنده علاقة مشوهة بالبيت، كان نتيجة علاقة مشوهة بينه وبين أسرته، أنتجت علاقة مشوهة بينه وبين الله. النقطة التانية السطحية. تمام. وعدم المعرفة وعدم البحث، ده حاجة بتخلينا ان احنا نوصل ان مفيش اي معلومات، والطفل لو سأل بابا وماما ما بيلاقيش معلومة ما بيلاقيش حاجة. عشان كده احنا عندنا نقطة مهمة جدا هي المشورة في صحيح. الشك لازم يقولوا كده دايما في لعبة الشطرنج، ان اللي قاعد برة بيلعب احسن من الاتنين لو هو بيعرف يلعب يعني. فليه؟ لانه واخد باله من اللعب وبيلعب او بيبص برواقة يعني. لكن احنا دايما لما بنبقى جوه المشكلة بنبقى مضطربين. فانت لازم لما تلاقي الشك زاد عليك قوي وكبر قوي، لازم تلجأ لمشورة وتسأل. تسأل في معلومة، تسأل في مشكلة، تسأل في حاجة مضايقاك. فده موضوع مهم، الأسرة. والمشورة. نقطة كمان هي عدم الاستجابة في الصلاة. لما لاقي ان موضوع ربنا ما استجابش فيه، لازم أعرف أن ربنا بيحضر لي حاجتين مهمين: الميعاد المناسب والموضوع المناسب. ربنا هيختار إيه؟ هيختار وقت مناسب للموضوع ده، وهيختار الموضوع بكيفية هو شايفها. يمكن مش بالطريقة اللي أنا عايز أحل بيها الموضوع، يمكن أقصى طموح يوسف وهو في السجن أنه يطلع من السجن، بس ربنا عايز إيه؟ عايز يقعده على كرسي مصر. فربنا هيتأخر شوية بس ربنا هيتأنى، مش عشان ربنا مش سامع، لا، علشان ربنا بيختار وقت مناسب وكيفية مناسبة. فاعرف ان كل تأني لله، ما نقولش تأخر، لان الله بيجي في الوقت المظبوط. فكل ما نلاقي ان الموضوع ربنا تمهل فيه شوية، اعرف ان ده للخير، وربنا عارف بعلمه السابق المناسب ليا في الوقت المناسب. تمام. هو ده اهم حاجة. طيب ده بالنسبة للأسباب. في أسباب تانية؟ في أسباب تانية هو ان الإنسان بيكون بيفكر بس من ناحية عقلانية، ما بيكونش عنده فكر روحاني. عشان كده السيد المسيح لما راح لبطرس قال له: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ يعني هو ربط الإيمان بالشك. ويجي أشعية يربط الإيمان بالأمان. خلي بالك إن الشك هيجيب لك عدم إيمان، ده نتيجة عدم إيمان، وهيجيب لك عدم أمان.
صحيح. هيلاقيك إنسان مضطرب. الشك مش بيخلي الإنسان بس مضطرب، بيخلي الناس اللي حواليك كمان مضطربين معاك. لأنك أنت بتشك بتجيب لنفسك تعب أعصابك وتتعب الناس. تلاقي واحد مثلا ممكن ما بينامش بسبب موضوع هو شاكك فيه، وهو بيأثر على نفسه وبيأثر على حوالين منه. صحيح. فهو بيشك فيهم. ويا سلام بقى لو هو شك مرة وطلع كلامه صح. فبيتخيل ان العالم سوداوي كله، وكل اللي هو بيشك فيه كلام صح جدا. فبرضو ده نقطة مهمة جدا، ان الانسان لما يكون بيفكر خلي بالك ان ده عدم ايمان، وعدم ايمان معناه عدم الامان. صغر النفس والكبرياء يا ابونا ممكن يكون سبب من اسباب الشك. الانسان لما بيشك في نفسه هو نتيجة انه هو شاكك في عمل الله معه. ما هو ربنا اختار مين؟ ده ربنا اختار جهال العالم ليغزي بهم الحكماء. صحيح. اختار الضعفاء ليغزي بهم الأقوياء. اختار المصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود. فإذا مش مهم انت امكانياتك قد ايه، اشتغل على نفسك واعمل اللي مفروض تعمله وسيب الباقي على ربنا، لان نعمة ربنا تفوق كل إمكانيات البشر. طب. إن كان جدعون قال لماذا أصابتنا كل هذه، شفنا إيمان داود الضعيف البسيط. ليحبسك اليوم الرب في يدي. إيه العجب ده؟ الفرق الكبير هو الإيمان. ده عنده إيمان إن ربنا يشتغل بيه قدام جلياط، ليحبسك الرب اليوم في يدي. طب وإيه داود دي قد إيه؟ ده 5 سنتي. وجلياط قد إيه؟ لكن هي قوة الإيمان. عرفنا يعني إيه شك، وعرفنا أسباب الشك، وعرفنا الشيطان إزاي بيستخدم حاجات كتيرة قوي عشان تشككنا في ربنا وتشككنا في نفسنا. فخلينا كده سريعا لأن وقتنا قرب ينتهي، نعرف إيه العلاج. أنا لما يجيني فكر تشكيك في عقيدة، في نفسي، في اللي حواليا، أجري لمين وأعمل إيه؟ فخلينا نبلور كده الكلام ونعرف العلاج. في الحقيقة إن كل ما الإنسان يجيله شك في نقطة معينة من ناحية الإيمان أو من ناحية الكتاب المقدس، هو عليه إن هو يفتح كلام ربنا، لأن كلام ربنا هو كلام مشبع جدا. كلام ربنا بيخلي الإنسان نقي. أيوه. وبيدي للإنسان قوة، وبيدي للإنسان استنارة. علشان كده مهم جدا إن إحنا يكون لينا علاقة بالكتاب المقدس. علاقة يومية، إن كل يوم الإنسان يفتح الكتاب المقدس يقرأ إصحاح. يا ريت الإنسان يقرأ نص إصحاح ويقرأ التفسير بتاعه. ده حاجة مهمة جدا. إن أنا مش بس هقرأ ومش هفهم، ولما أقرأ وما فهمش أسأل خادم يكون دارس، أسأل أبونا، أسأل، أفتح النت اللي هو مليان تفسيرات. في أنواع من التفسيرات كتيرة. كل ما يكون عندي نقطة أنا مش فاهمها في حاجة معينة لازم أبحث فيها. فالكتاب المقدس يشبع، كلام ربنا بينور العقل. كمان ما سيبش نفسي بدون ما أنا يعني أكون عندي الديفنس للحاجة اللي أنا بقراها. يعني كان في قصة كده لطيفة بتحكي. سريعا يا ابونا لاني وقتنا انتهى. إن في ملك استدعى كل الطيور وقال لهم أنا عامل لكم حفلة. فالنسر قال له أنا ما جيش أبدا، لازم الملك يجي بنفسه يدعين. فقال لهم قولوا له الملك بيقول لك هيجيب قوة، حد أقوى منك يجيبك. المهم الملك سابه فترة طويلة. النسر لقى جه قال له إيه هو اللي أقوى مني؟ قال له هو الشك. الشك إن أنت تشك في نفسك هيخليك تيجي، وده كان أقوى منك. جميل. أنا بشكر قصك جدا، كل سنة قصك طيب. والحقيقة الحلقة الوقت جري بسرعة يا ابونا، ما حسيتش بيه. شكرا جزيلا. كان معنا القس جورجيوس القمص في لوبوس، كان كاتدرية شهيد ماري جرجس بالعاشر من رمضان. شكرا يا ابونا. نشوفكم قبل الميعاد بساعة يوم الجمعة القادم، وتصبحوا على ألف خير.